الجيدة خمس طبقات متناسقة تعزز مهارات اللاعبين في هذه الكرة. ياسر القحطاني يلعب كرة وبالتالي يسجل الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء. يتقدم الهلال 3 أهداف للا شيء عن طريق وسلي وياسر القحطاني هدفين. بلا شك نتيجة مطمئنة لهذا المدرب الكمبري الذي يقوم بأول تجربة خارج فرنسا، ويطمع الهلاليون في أن يكون فعل خير على مجريات الفريق الهلالي رغم أن المباراتين الأولين للهلال مع هجر والفتح لم تكن بالصورة التي ترضي عشاق هذا الفريق الكبير الهلال. ياسر القحطاني شوف هذه الإعادة، لعب الكرة بشكل جيد رغم أنه ناصر الصيحري التمى باتجاه الزاوية المطلوبة، ولكن ياسر لعبها أيضا بشكل جيد والآخر قائد الفريق الهلالي. إذا 3 أهداف الهلال نجرى